حضرات السادة المشاهدين أهلا بكم، إن شاء الله دائما تأمين والأمين، مشتاقين لكم الحضور الكريم. الليل الاستوديو منور كده ما شاء الله، منورين يا شباب. إبراهيم والشباب، الباب أبا يفتح ولا في حاجة خشيت بالجنب؟ إن شاء الله كويسين. الغريبة عندنا في حياتنا حاجات إحنا مقتنعين بها. أنا أوقات كده بقوم بفكر بالذات في علاقتنا بالحيوان. عندنا الثعلب مكار، عندنا الحمار غبي، عندنا الغراب شوم، لكن ما في دليل على إنه الثعلب مكار وما في دليل على إنه الحمار غبي. يعني الحاجات دي إحنا بنتوارثها متناقلة. يعني واحد يقوم يقول لك يا أخي والله دليل على الغباء، يقول لك يا أخي أنت حمار، في حين إنه ما في إثبات علمي على إنه الحمار غبي. زي ما في حمار غبي، في إنسان غبي، في كلب غبي، في كديسة غبية. ليه ارتبطت الصفة بتاعة الغباء بالحمار؟ في حين إنه اللي بيعملوا الحمار في حيوانات كثيرة ما بتقدر تعمله. يعني إذا أنت ماشي بعربية وجاء حمار قاطع عليك ضربت له بوري بيرجع، لو كان غبي ما كان حيرجع. والحمار بيكون حافظ الحتة، يعني الناس بالذات في الولايات وفي القرى وفي كده، الحمار ده بيكون حافظ الدرب، بيوديك وبيجيبك، لو كان غبي ما كان حيوديك ويجيبك. الثعلب عندنا في القصص انه الثعلب ده مكار، لما زول يقوم دليل على انك انت مكار يقوم يقول لك انت ثعلب او انت فوكس، في حين انه ما في دليل على انه الثعلب ده مكار وزي ما بيقولوا شنو بتاع حيله. نفس الحكايه على الغراب، بيقولوا الغراب شوم، ما في دليل علمي على انه الغراب ده شوم. الحاجات اللي عند الناس ان كان في الذكاء او في الغباء او في المكر او في الدهاء او في الشوم بتنطبق على الحيوانات. زي ما في حمار غبي في حمار ذكي، زي ما في ثعلب مكار في ثعلب ما مكار، زي ما في غراب شوم في غراب ما شوم. عشان كده احنا مفروض من واجبنا نعتذر للحيوانات طالما انه ما في دليل علمي على انه هذه الصفات مرتبطه بهم. من هنا ونيابه عن الناس انا بقول لاي حمار احنا وصفناه بالغباء احنا اسفين، لانه زي ما في حمار غبي في حمار ذكي، ولاي ثعلب احنا وصفناه بالمكر والحيله احنا اسفين، لانه زي ما في ثعلب مكار في ثعلب ما مكار، وذات الامر ينطبق على الغراب. لو سمحتوا الصفات اللي في الانسان ما تسقطوها كلها على الحيوانات عشان تتبرؤوا منها. حضرات الساده المشاهدين فاصل ونرجع لكم. حضرات السادة المشاهدين أهلا بكم من جديد. ضيفنا راجل مميز جدا، هو متخصص في علم الحيوانات، هو أستاذ جامعي، هو مقدم برامج معروف جدا ومشهور جدا ببرنامج طبيعة الأشياء، عنده لقب يتعرف به في كل الأوساط وهو حساس محمد حساس. رحبوا معي بالبروف محمد عبد الله الريح. ازيك يا بروف؟
مساء الخير عليك. اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يا اخي نورتنا واسعدتنا بوجودك. والله منورين. بتفضل رقم بروف محمد ولا استاذ حساس محمد حساس؟ والله يا اخي ود الريح. يعني لا ده لا ده؟ لا ده لا ده قول لي ود الريح. طيب بروف دي معروفه قصه حساس محمد حساس. حساس محمد حساس دي شخصيه انا اخترعتها عشان تمثل الشخص السوداني. نعم. زي محمد احمد الشخص السوداني بكل حساسياته بكل يعني الحاجات اللي عنده كده. فمشت يعني مشت كويس يعني. وبقت نافست. ايوه نافست شخصيات كثيره. ايوه قبل شويه انا كنت بتكلم عن مفاهيم عندنا في 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 راسنا. أي. الحمار غبي، الثعلب مكار، الغراب شوم، وقلنا انه الحاجات دي ما في دليل عليها علمي. رايك شنو في 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 الكلام؟ هو طبعا ما في دليل علمي على انه الحمار مثلا غبي والحمار كذا. انت عايزه يعمل شنو يعني؟ يعني الحمار ده ما عنده قدر، قدره ده بيمشي بيه ولكن ما بيقدر يكتب بيه. ايوه يعني مثلا ما بيقدر يمسك بيه حاجه يعني، ما بيقدر، بس حسب الخلقه بتاعته. لكن الموضوع ده كله بسموه أنسنة الحيوان اللي هي أنثروبومورفيزم. أنت تسقط شخص السلوك بتاعك الشخصي على حيوان وبعدين بعد ذاك تقوم تدي حياة يعني مثلا. وبعدين المشكلة الحقيقة الشعب السوداني في خيالاته في ثقافته عنده حياة جميلة جدا يعني. أنا ما بتقول هي صحيحة لكن لانه الخيال يعني مثلا يقول لك الكلب جدا كلاب زمان جدا وانا الكبير ذاك كان بيبول عادي بعدين واقف جنب حيطه وقعت فوق الحيطه قتلته. فبقت الكلاب لما تيجي تقول لازم ترفع رجلها كده عشان تمسك الحيطه عشان الحيطه ما تقع فيها. تلقى عمود بتاع كهرباء تعمل كده عشان ما يقع فيها العمود بتاع الكهرباء. فالأشياء هذه طبعاً هي ما موجودة لكن دي أصبحت الأفكار اترسبت في في أي. وبعدين يقول لك مثلاً كدايس بورسودان. أنا كنت كاتب عن كدايس بورسودان وكده إنهم يعني بيفتكروا أنه كدايس شواطي ما 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 بشر. فالقصة اللي بيروها إنه في واحد كان مسافر في سنار وقف المحطة القطر وقف في المحطة بعدين سمع إليه بيقول لي أخي أنت ماشي بورسودان؟ يقول لي أي ماشي بورسودان. التفت كده لقى كديسة جنبه معاول إيداتها. فقال يا أخوانا معقول الكديسة دي؟ هي قالت لي كده فتلفت لها كده قالت لي يا أخي إذا ماشي بورسودان في مطعم كده اسمه رامونا. أيوه. المطعم ده فيه كلب كديس أسود عنده علامة بيضة في ضنبه وعنده هنا في وشه في علامة بيضة. لما اتصل هناك بالله يشوفه يقول له أولادك انحلوا بالسلامة وقال لك حيجي في القطر الجاي. استغرب الكلام ده بتاع المهم مشى بورسودان مشى قاعد له في نفس المطعم اللي قالته ويعاين الكدايس كده لحد ما شاف له واحد فيه عنده علامة بيضة في ضنبه وعنده بتاع في وشه بيضة كده. فقام قال له اسمع يا أخي أنا والله لقيتك جماعة بتاعينك ديك في سواق في سنار وقالوا نحلوا بالسلامة وجابوا ثلاثة ذكور واحدة انتاية. فقال الكديس عايل له كده ومشى هنا غايته طلب حاجات وأكل وبتاع لما جاء ماشي قال لي حسابك مدفوع. بقت بعد كدايس بورسودان. فبقت انه كدايس بورسودان دي فيها مطيبه غايته. طيب الحاجات دي طبعا منقوله كلها يعني زول بيكلم زول بيحكي لزول. اي بيحكي لزول خلاص بتبقى جزء من التراث الشعبي. طيب احنا بنصدقها بالذات فيما يتعلق الحاجات تحت الحيوانات يعني العلاقه بيننا وبين الحيوانات. احنا بنصدقها ليه وبنتداولها بشكل رغم انها فيها حاجات ما منطقيه. ما لا نحن اصله شفت الحاجات دي لما تجينا مثلا ما بتجيك من زول كبير. ايوه السلطه الابويه دي. أيوة. بيجيك مثلا من زول كبير بتاع خلاص انت ما بتناقشها. ما بتقول انه لا انا ما كده ما بعرف. أيوة. ما يمكن اولاد الزمن ده هسه ممكن يقول فتش ويقول لكن اولاد الزمن ده طبعا جات افلام الكرتون دي. أيوة. اللي فيها حيوانات بتتكلم وفيها ما بعرف مين بيعمل وحاجات زي دي فاصبحت بالنسبه لهم برضه حاجه عاديه جدا. عادية. لكن الاعتقاد بانه مثلا حيوان معين مثلا انه هذا مثلا زي الغراب.
الغراب ده زي الشوم وكذا. أنا ما أعرف جابوها من وين، لكن الغراب ده يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قابيل قتل هابيل شايل ما عارف يعمل شنو، ارتكب الجريمة وما عارف يعمل بها شنو. فأسهل حاجة أنك ترتكب الجريمة، بعدين بعد ذاك تخفي آثار الجريمة دي المشكلة، ما عارف يعمل شنو. فربنا رسل غراب. ليه رسل غراب؟ ما كان ممكن يرسل صقور، ممكن كان يرسل يعني نعامة، ممكن كان يرسل حاجة زي دي. فالغراب ده بحث وبتاع ودفن أخوه، ده الذكاء ذاته. فهو الغراب من أذكى الطيور، ما في ثاني طائر عنده ذكاء يعني، لأنه الفصين المخيين بتاعين ديل هم أكبر حجما من أي يعني نسبتهم لنسبة جسمه، هم أكبر حجما من أي يعني حيوان ثاني. ولذلك حتى غراب برسودان ذاته اللي هو أساسا جاي وافد بتاع برسودان، غراب برسودان ده جاي وافد من أمين، جاي وافد من الهند، من الهند جاي في السفن، وبعدين قام طرد جلالة الوادي، يقول لك تطرد جلالة البيت ولا حاجة زي دي. هو جاء طرد غراب حقنا، غراب حقنا عنده علامة بيضة هنا. يعني ناس الغراب في السعودية ده في برسودان، في برسودان ده هند. لا جاي وافد واستقر، استقر وعمل وما دفع جمارك لا ولا أي حاجة، شفت كيف؟ وأصبح سيد بلد. طيب بروف محمد، انت كنت مدير متحف السودان، السودان التاريخ الطبيعي، التاريخ الطبيعي، عندك برنامج طبيعة الأشياء، دارس علم الحيوان، علم الحيوانات. شنو اللي حببك في المجال ده خلاك انك انت يعني تتخصص فيه وتحبه وتهتم به وتديه جزء كبير من حياتك ومن وقتك؟ والله انا مما كنت صغير يعني، انا عشت في شمال كردفان، انا مولود في ابو زبد، أبوي مشى هناك بالتجارة وكذا، وولدت في أبو زبد. فالمنطقة دي منطقة طبعا مليانة جدا من نجيب الجرادة ونقطع كراع، بعدين نخط لها شوكة ونمسكها كذا بخيط، وبعدين نعملها كذا تقوم تدور كذا. أيوه. تدور يعني زي الطيارات بدون طيار ديل. فنقعد نعيل لها مثلا الخريف لما يجي بيجي حشرات معينة، الصيف لما نيجي بتجي حشرات معينة. كان عندنا في الأولية حاجة اسمها مدونة. المدونة دي الأول حاجة فيها اللي هي بتكتب التاريخ، تصور نفس سنة ثانية أولية تكتب التاريخ، وبعدين تقوم تشوف الشمس اللي بيجاي ولا بيجاي ولا بيجاي، تعملها تشوف، تمسك التراب كده تعمله، تشوف الريح ماشي وين، جاي ولا جاي، تكتبها. بعدين تقوم تعاين تشوف في سحاب ولا ما في سحاب. بعدين تعاين تشوف الطيور الموسمية، السمبر الايه بتعمله، تمشي تشوف الخضروات والحاجات اللي جات في السوق اللي هي الفواكه والخضار الموسمي بتكتبه برضو، وتشوف دي نحن بنعملها يومي لمدة أسبوع. وبعدين في آخر الأسبوع بيجي الأستاذ بتاع الجغرافيا بناقشها معانا، ومنها بنطلع انه الاسبوع ده كان كذا والاسبوع ده كان كذا. وهنا كانت البدايه، دي كانت البدايه. وحتى انا لما كتبت القصه بتاعتي دي هي اسمها احزان الظهيره، دي القصه دي احزان الظهيره دي، كنت متاثر بالبيئه اللي انا يعني عشت فيها. واحزان الظهيره دي اخذت جائزه القصه القصيره لهيئه الاذاعه البريطانيه عام 93. فده كان جزء من الشيء الخلفي اللي أنا كنت خلفيتي يعني في القصة دي وحياتك. بعدين يا أخي الحقيقة التعليم ذات ومدارس وكذا، يعني أنا بحييك وبحيي أبوك الأستاذ أبو بكر، كان درسنا نحن في البيضة خرطقة الثانوية. أنا يعني بتشرف بأنه والدك أستاذنا ودرسنا في اللغة الإنجليزية هو والأستاذ جعفر أبو حاج الله يرحمه. بعدين أستاذ جعفر أبو حاج وأبوك مشوا الخارجية، وده واحد من الناس يعني إحنا تعلمنا على هذا الرعيل، جيل ذاته جيل لا يتكرر. إحنا طبعا خشينا جوجل ولقينا عنوان كبير كده دفاعا عن الضب، أو أنت بتدافع عن الضب، لكن حنسمع القصة دي بعد الفاصل. فاصل ونرجع. طيب شكرا. We'll be right back.
حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم من جديد. إحنا في حضرة البروف محمد عبد الله رايح. بروف، قبل الفاصل سألتك من قصة الدفاع عن الضب. أيوة، شنو قصة الضب؟ أنا أحكي لك قصة. أول حاجة المرحوم الرئيس جعفر نميري، نعم، أنا ما حصل قابلته في حياتي إلا مرة واحدة، نعم، وما يعني لأنه مشغولنا نحن وكذا، ما في حاجة، لا أنا قريت معه في حالته ولا دفعته ولا كذا، فما في شيء كان يعني بيربطني به وكذا، فما ما طبيعي ما بكون بقابله. لكن سنة 73 25 مايو كان في الاحتفال بتاع العيد المنظمة منظمة أفريقيا، العيد العاشر، وأنا كنت ماشي لوساكا لأنه أنا كنت بهيئة المتاحف الأفريقية. فقام جماعة زملائي قالوا لي يا أخي الليلة إحنا السفير مصطفى مدني عامل حفلة في بيته وعازمنا كلنا، فأنت لازم ما تسافر، تعال معنا الليلة دي الساعة 10 كده في بيت السفير. وفعلا مشيت الحفلة دي، فأول ما جيت داخل كان في اللوبي كده كان في الرئيس جعفر نميري الله يرحمه، وكان في منصور خالد، وكان في أحمد سليمان الله يرحمه، وكان في محمد عطا المنان بتاع السوق الحرة، مدير السوق الحرة، وبعدين تاني في ناس تانيين قاعدين. فأنا أول ما جيت داخل كده داك جعفر نميري طوالي قدامي، فأول ما شافني قال لي تعال هنا بتاع الحشرات أنت، تعال هنا. فتحيرت قلت يا أخي أنا بتاع الحشرات، الرئيس نميري راديني. فاستغربت جدا جدا، قلت فمشيت اقعد هنا، قمت قعدت. قام قال لي شوف انت من يوم ما قلت الضب ما في زول يقتله، انا اديت اوامر، قلت له اي زول يقتل الضب ده انا حكسر راسه، ومن اليوم ده من اليوم ذاك ما في زول لا في البيت لا في اي حته سمعت انه كده. بعدين برنامج بتاع طبيعه الاشياء ده انا اول ما يجي بقعد بعين له وبشوفه وبسمعك انت بتقول شنو، انت قلت كده وقلت كده وقلت كده. فحقيقه يعني شعرت بنوع من الـ الـ الراحه كده، وراسي كبر وبتاع انه ده رئيس الدوله يشوف برنامجي بتاعته بهالشيء، وبعدين مش كده كمان يقول للناس ما تقتلوا الضب وكده. فانا الحقيقه لما انت رايك انه ما يقتلوا الضب ليه؟ ما يقتلوه لانه اوريك الضب والسحليه. الناس عندهم في حاجة يقول لك مثلا أنا صايم صوم الضب، أنت صايم صوم الضب اللي بتلقاه وتقول فيه كب، وأنا صايم صوم السحلية اللي بلقاه بخليه العشية، ده الحاجة اللي عندنا. هو حق يكون العكس، الضب هو اللي بيصوم، السحلية هي اللي ما بتصوم، من الصباح بترمرم تاكل في الحاجات وماشية، أصله صوم ما عندها، لما يجي المساء تدخل بجحورة وتنوم. الضب ده ما بيتحرك من جحره إلى بعد الساعة 6:30 مساء، يعني بعد الفطور بيفطر، وبعدين يرمرم ويأكل ويأكل الحشرات وحاجة زي دي. لما نيجي صلاة الصبح هو بيمسك، أيوة ده الإمساك بتاعه صلاة الصبح، وبعد ذلك بيمشي يلقى له صورة يلقى له حاجة بيدخل وراها، فيبقى هو اللي صايم. أيوة. لكن أنا لأنه عندي سيرفيلانس 24 ساعة، بجيب مثلا عندي 50 سحلية فيكم في البيت و50 ضب فيكم، الضب ده بيشتغل لي بالليل وردية الليل، بياكل في الحشرات وبياكل في الحياة لحد الصباح، والسحلية دي بتاكل في الحشرات وكده من الصباح وردية الصباح، فيصبح عندي ورديتين شغالات. يعني الفوائد بتاعته أكثر من هو أنت تستعمل بفاف ليه؟ إذا عندك ضبوبة في البيت بتستعمل هنا. وبعدين يا أخي أنا كمل الكلام ده قلته يمكن 200 مرة، قلت انه الضب ده هو ارجل زول في السودان. ليه؟ لانه بخوف النسوان اللي بخوف الرجال. يا اخي حقيقه انا افتكر الرجال مهما بلغ جبروت المراه الكائن ده بي انا افتكر الرجال حقه يعمل حلف. حلف يعني دفاع استراتيجي مركزي مع الضبوبه. هو المره لما تشوفه في المطبخ تزرع وتكورك وتميت إناي وعارف إيه دي القصة. فهو الحقيقة يعني بيلعب دور كبير جدا في التوازن البيئي، في نفس الوقت يعني حكاية إنه بيعمل طق 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 كده بلسانه والناس يسمعوا يزعجوا من القصة دي، دي حكاية جميلة جدا.
يعني انت يا بروف بتتعامل مع العقارب مع الدبايب، بتتعامل معهم كانها هي كائنات، هي كائنات فين لطيفه، هي كائنات لطيفه جدا العقرب والدبيب، كلهم كائنات لطيفه جدا. لكن انا بقول لك حاجه، انا بالنسبه للعقرب بفتكر خطورتها على الاطفال كبيره جدا. ايوه يعني الرجل كبير لو عضته عقرب ممكن تتعبه كده، او لو مات بيموت من الصدمه. أي. لكن الاطفال خطر عليهم العقارب جدا، ولذلك انا افتكر اذا كان لقى اي زول لقى عقرب يقتله، واذا اي زول لقى ثعبان هو ما بيعرف الثعبان ده سام ولا ما سام برضه يقتله، لكن هو في طبيعته في الطبيعه له الحق انه يعيش. ايوه ده انا قصتي كده يعني بفتكر كده. فهنا خاصة لما نحن بنعمل أمصال، مثلا نقول بنعمل أمصال للعقارب ونعمل أمصال للثعابين، المفروض إنه كل ثعبان يكون عنده مصل معين محدد. آه لكن لأنه أنت لما الزول يعضيه ثعبان ويجي ما بيعرف ذاته العضاه ده شكله شنو. أيوه لو قلت له طوله بقول لك طوله 3 أمتار. أيوه لو إذا بدخله في زون ثاني. أيوه لو قلت له مثلا حجمه يقول لك حجمه قدر كده، انت شفته ولا ما شفته؟ لكن قالوا شافوا الناس هنا. يبقى اذا المصل اللي نحن بنعمله يغطي عدد كبير جدا، اكبر قدر من هاي. لكن ده كمان بياثر على قوه المصل ذاته. انا عندي سؤال يا بروف، انت ما شاء الله يعني بحر في مساله في الحيوانات، الاسرار بتاعت العوالم بتاعت، طيب بتلقى وقت 200 عشان تقوم تالف ما شاء الله، عندك العمل بتاع الإعلام، أنت عملك دخلك الإعلام مش كده؟ والله عملية أنا دخلتها فعلا أنا. لا أنا من بدري بكتب. أي. لا يعني بدري. عملك كان هو التخصص بتاعك، التخصص هو بتاعي هو قربني الناس بطبيعة الأشياء. أنت أسي ما شاء الله عندك كتب، عندك مشلهد، مشلهد الضياع الكبير، ده المفروض يكون مسلسل. أيوة. ده مشلهد الضياع الكبير. في غيبونة، غيبونة دي هي الدخول في غيبوبة بسبب الغبينة. أيوة كلمة غيبوبة. أيوة. أنا عملت منها غيبونة. أيوة. اللي هي الدخول في غيبوبة بسبب الغبينة. الغبين. وإحراج إحراج مؤقت. ده زي الإفراج المؤقت. أيوة. بتاعنا. وسلامات، سلامات ده الأول، أول كتاب طلع. أيوة. هو سلامات إهداء، شوف إهداء بتاع سلامات ده، إلى كل من هب ودب فهو الوحيد إلى كل من هب ودب فهو الوحيد الذي لم ينزل له أحد شيئا. الناس دي كلها بتقول لك هبه ودبه هبه ودبه. أيوة. وما في زول يوم واحد اداه حاجه هبه ودبه، ده ما في زول بقى شخصيه اعتباريه. احنا من هبه ولا دبه عشان نعرف اللي انا هديت له والنهبه الغنائي المصلح، النهبه الغنائي المصلح طبعا الحاصل هسه في الساحه دلوقتي. الناس كلها يعني بنوا عمارات عشوائيه في الفن العشوائي. ايوه كويس يعني هسه يا رأي يعني كتر خير ناس الملكيه الفكريه انه يجبروا الناس يقولوا مثلا دي قصيده فلان فلاني. أيوة. ويحفظوا لهم حقوق، يحفظوا لهم حقوق وكذا. وده ده ابو داود وبرعي. حقيقه انا كتبت ابو داود، كتبت كتاب سميته ابو داود كيف الحياه غير ليمه. ايوه وبعدين لقيته ناقص، ناقص منه، ناقص ابو داود. نعم. فقمت كتبت ابو داود خطيتهم الاثنين، كبريت وكبريت وعود. ايوه ايوه كبريت وعود واحزان الظهيره. يعني الظهيرة هي كتب جسد. كتب ما متخصصه في 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 بجانب. لا 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 هي لكن ما شاء الله يعني هي ما متخصصه. وبعدين بالمناسبه انا قصدتك اعمل الكتب دي، انا كتبت كميه يعني منهم. أيوة. وكده لانه قلت للوزير، قلت لي يا اخي انا يعني الكتب دي طلعتها وكتبتها وكده، عشان ما عايزك انت تيجي يوم التابين بتاعي تقول والله حنطبع كتبه، لانه القصه دي انا خشيتها قبل كده كثير جدا جدا. بيجي يقول والله نطبع كتبه بتاع ما بيعرف يطبعه. اي بعد ما تزول. فانا قررت انه اي كلمه كتبتها لو ربنا مد في الايام يعني، اي كلمه كتبتها، اي حاجه كتبتها، اي كده، وبفتكر انه من واجب كل الناس اللي كتبوا انه انتاجهم ما يروح. ايوه ويوثقوا لحاجه، يوثقوا لهم، لانه أيوة. ما في زول بيوثق لك. أيوة. بالمناسبه ما في زول بيوثق لك. طيب يا بروف احنا عندنا شخصيه كاريكاتيريه اسمها حلوم. حلوم؟ اي طيب يلا حنشوف احنا حساس محمد حساس. حلوم دي بتمثل النسوان، شوف حلوم دي قالت عزيزي الزوج هل تعلم انه نص الرصيد
اللي بتحوله من تليفون في تليفون مرتك رايح قطيعة فيك والنص الثاني قطيعة في أهلك؟ رأيك شنو في الكلام؟ والله يا أخي ده اللي بيحوله في التليفون يعني الرصيد اللي بتحوله لمرتك في التليفون نصه رايح قطيعة فيك والنص الثاني قطيعة في أهلك. والله قطيعة تقطع الكتب قطعنا. الكلام ده رأيك في شنو؟ والله يا أخي ما لازم يكون هو صح، لكن يعني قال له أجبر يا خاطري أزول لو حتى بمسكول. أيوه. المسكولات دي أيوه. برضه بتعمل نفس القصة دي. أيوه. ما شرط أنه تكون تحول رصيد، ما شرط تحول رصيد. بما أنك أنت طبعا عندك علاقة وطيدة بالدبايب وبالعقارب وكده، الدرب بتاعهم والنهاية خلينا كده أسارهم أسارهم أي. أي. طيب أسارهم. إحنا عندنا حاجة دارين نقوم نشوف إذا أنت درب الدبيب ده بتقدر تمشي فيه ولا لا. نشوف أعصابك كيف أنت. كويس جدا أعصابي، كعبة ما كويسة لكن كعبة ما كويسة أي. لا حديد يعني حديد يا أخي إذا كان نحن هسا أسمع إذا كان نحن مقبلين على مرحلة الزهايمر. الزهايمر احنا كلنا عندنا الزهايمر. الزهايمر ده بالمناسبة ما مرتبط بالسن. طيب احنا عندنا هنا ال 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 المصيبة دي دي تعالين نقوم نمررها من هنا لحد ما تصل هنا بدون ما تهبش. بدون ما تهبش، لو هبشت حتعمل صوت. تعمل صوت طيب. دي تعالين نشوف احنا اعصابك ونشوف درب بتقدر تمشي فيه ولا لا. طيب انت حتديني شنو؟ حديك شنو لو عملتها كده بتديني شنو هاي؟ هاي ماشي ها لا لا دي ما اوكي دي ما من البدايه يلا من البدايه ما فيها حاجه مش كده؟ اول مره عوفه هاي طيب يا سلام واحد لا واصل واحد من هنا عدد واحد يعني؟ هاي واصل هاي لانه انا ما اقدر ازحزح هو دي مقلوبه بياي بياي هاي ما هو درب بتاع دبيب. اثنين ما هو درب. لهنا سهلة. ايوه. هنا تعرف لما تجي في طريق مدني ده سهل. زي اللي شريان الشمال. ايوه. دي حتة. خش على سنار. دي العقبة. هاي العقبة. العقبة بتاع دور السودان دي. واصل. ايوه الملف ده ايوه الملف ايوه طيب عامل حسابك في الكسره دي اي واضح يا سلام عليك يعني 3 من 10 لا لا ما شاء الله 3 من 10 والله الزلمة لما يبدا في الهنايه دي من هنا بيبدا من هنا بيبدا يقع يا اخي والله احنا مما اسعى انك كده كويس يعني لا ما شاء الله والله ما شاء الله علاقتك شنو بمجموعة حلمنتش؟ احنا سمعنا انه لقب حساس او محمد حساس ده لارتباطك بالمجموعة دي او عندك بها علاقة؟ اول حاجة حلمنتش دي نشأت من جريدتين أيوه. جريدة في الجامعة انا مسميها سلامات نعم وجريدة بيطلعوها ناس البروفيسور احمد اللمين محمد نعم في شنبات اسمها بصمات بصمات فكانوا بيكتبوا شعر هناك ونحن كنا بنكتب هنا شعر هاي. وبعد فترة تكونت كمية كبيرة جدا من الأشعار وظهروا يعني الأولاد دي ظهروا بكمية من الإبداعات وكمية من القفشات وبعدين كلها كانت موجهة في الزمن ذاك للجو الجامعي أيوة. فالطلبة هم بيناتهم بتحصل يعني شوية مداعبات وشوية كده فخلقت جو جميل جدا جدا وسط الجامعة أنا كنت راعي هيئة حلمنتش العليا أيوة. أنا الراعي بتاعهم هم عندهم أحمد اللمين هو رئيس الهيئة هيئة هسه طبعا الناس بيقوا كبار وعقله لكن لسه عندهم كثير نحن بنعمل حاجات كثيرة يعني في الأيام اللي فاتت وفقدناهم بالمناسبة أي أي بعدين هم يعني القصة ما وقفت في الموضوع ده في عدد كبير من الناس اللي هم جو اشتركوا معنا جي جديد
بمفاهيم جديدة بيتكلموا عن أغراض الشعر ذاته، ما بقت حكاية طالب واللغة ذات اختفت، طلبة وطالبات في الجامعة وكذا. يعني في وقت من الأوقات عندنا في زمننا نحن الطالبات في كلية البيطرة ما في، وبعدين في كلية الزراعة، يعني ديل الجزئين اللي ما كان بيمشي لهم الطالبات. فلما نقبلوا أول مرة طالبات في كلية الزراعة وفي كلية البيطرة جماعتنا طوالي قاموا، هسه طبعا بقت واضحة يعني هسه ما فيها مشكلة، قاموا قالوا يعني يا إخواننا عندي حكية في البيت اللي بقت بطارية حلف التور يمين بالمية ما تكشف عليه بنية، دي بتاعة البيطرة. بعدين قال ودي جات تهز الزراعة وقالت عايزة تقرأ زراعة، تقرأ زراعة، حرتت وتيربت بسرعة وعملت في بلادنا مجاعة. لكن بعد شوية طبعا دخول الطالبات لكلية البيطرة وكلية الطب وكذا وكلية الأقصد الزراعة والهندسة والقصص دي يعني أصبحت كلها يعني مثلا في كلية الهندسة الميكانيكية كمان والله أنا شوف سنة 96 و97 قابلت واحدة سودانية في لندن بسوق قطر، شفت قطر لندن ده بيسوقوا من هنا من لندن ويبرلي ستيشن لحد تمشي هنا فلاينج سكوتلاند هناي ده سكوتسمان تمشي بقول لحد سكوتلاند دي سايقة لابس البتاع الرول بتاعه وكده. فأنا أفتكر ده يعني كانت مازحات الزمان هسه ما عدت فيه، ما في زول ممكن يعمل قصيدة فيه. الزمن ذاته اتغير. بروف والله يا أخي أنا سعيد جدا إنه أنا لقيتك وأنا تونست معك واستمتعت بحكاويك. الواحد لو داير يقعد عشان يتكلم معك ويتونس معك وزي ما يقولوا يبحث فيك دار لنا حلقات وحلقات. شكرا. احنا سعيدين جدا بإنك أنت جيتنا وعندنا هدية كده متواضعة جبناها لك، إن شاء الله بس تنال الرضا والقبول. جبنا لك عصاية، الهدية مقبولة. جبنا لك عصاية يا أخي، قلنا العصاية دي زي ما يقولوا تتذكرنا بها دي على أمل إنه دي أنا يعني لي فيها مقارب أخرى. والله إحنا طبعاً حاوش بها على غنمي. أيوة. ولي فيها مقارب أخرى. والله إحنا بس معاك في المقارب الأخرى. شكرا جزيلا. أنا أديتكم الكتب دي. الكتب دي حنخليها عندنا لأنه لازم نقرأها كلها. أقروها وبعدين شوفوا المنفع منا. لا كيف احنا حنستمتع بها. شكرا جزيلا. حيوا معي بروف محمد عبد الله الرياح. شكرا. أهلا سادة المشاهدين، أهلا بكم من جديد. ضيفتنا هي كاتبة شابة صحفية متميزة في الفترة الأخيرة، ناس كتار جدا بتابعوها، عندها عمود اسمه فوق راي، عندها تجارب شعرية متميزة جدا. رحبوا معي بالكاتبة الصحفية هناء إبراهيم.
ازيك يا هنا؟ اهلين. ازي اخبارك؟ اهلا وسهلا. تمام. نقرا كلامك ولا نراك، نسمع حاجاتك الجميله ومختفيه من الاعلام، مختفيه من الميديا، متسوسه ليه انت؟ والله ما بحب، بحب الكتابه اكثر من الحاجات الثانيه اللي قلتها دي. لا يعني ما برضه الزول بيسهر كده مره مره، الناس تشوفه الناس تعرف. انت مقاطعه الاعلام عديل؟ ما الاعلام، بحب الاذاعات. الاذاعه؟ ليه؟ لكن بعتذر كثير عن البرامج التلفزيونيه. طيب معنا احنا سعيدين محظوظين جدا عشان انك تجيتينا الليله. انا والله محظوظه بالبرنامج الجميل ده والمختلف والاستديو الشيك شيك. والله يا اخي دورتينا شديد يعني زدتي وانت ذات النوم. هناء طوالي بقرا لك في عملتك ما شاء الله، يعني فنون الجريده واخيرا وطبعا حكايات واخيرا المجهر طوالي. طبعا عندك كلام جد عمود المشهور والله جد وفوق راي. طوالي بقرا لك بتستشهدي بحبوب جيرانكم. في حبوب جيرانكم اساسا فعلا بتستشهدي بها ولا الموضوع ده قاطع من راسك ولا بتسرحي بينا؟ ده السؤال الاول يعني؟ ده اول سؤال. ولا القصه شنو يعني ولا في شنو؟ والله انا بصلبت فيها حاجات. يعني في حاجات انا بتجيني فبلقى نفسي ان انا ما محتاجه اقولها بنفسي، محتاجه اصلبطها فيها. اللي هي الشخصيه هي موجوده يعني عندك حبوب جيرانكم كده موجوده ولا انت سارحه بينا؟ هي ما شخصيه واحده. وفي كذا حبوب جيران. انا بقول حبوب جيراننا لشخصيات انا فعلا بحكي عنها دي. وبيعجبني التناقض بين الجيل بتاع الحبوبات والجيل الاسعد، فحابه يعني اكتب في المنطقه دي، المنطقه اللي بين حبوب جيراننا وبيننا. فبحب اكتب الرايين، راينا نحن وراي الناس الزمان. الزول اللي بيتابع حاجاتك ما بيقدر يعرف بالضبط انت بتحبي تكتبي فيها نوع من المواضيع. صح، يعني تنوع كبير. عشان كده انا داير اقوم اسالك، انت بتحبي بتميلي ليات نوع يات نوع من المواضيع بتحسي به اقرب ليك انت كهنا واقرب للناس اللي بيقروا لك؟ اقرب للمواضيع الاجتماعيه. يعني زمان كنت مهتمه بالرياضه وبحب الحياه دي كده، لكن يعني الرياضه ماتت يعني، شلنا فيها الفاتحه الحمد لله، فبقيت مع المجتمع. المواضيع الاجتماعيه اكثر. السياسيه ما بطيقه خالص، لكن ممكن اهبشها من بعيد كده. اكثر الاجتماعيه يعني بحب اكتب في الحياه. شنو شاغلك في 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 المواضيع الاجتماعيه اكثر؟ يعني العلاقه بين الراجل والمراه، المجتمع، الظواهر في المجتمع، شنو اكثر حاجه عامله لك؟ الحاجه اللي بتلاقيني يعني ممكن اللي تلاقيني حاجه عن يعني الحاجه مش انا اللي بمشي لها، هي اللي بتجيني. فبلقى مثلا موقف في الشارع بحب اكتب عن الموقع ده، حكايه بتتقال، كلمه لقيتها في مواقع التواصل، حدث ذاته في مواقع التواصل، حاجه زي دي بحاول اكتبها في الطريقه بتاعتي. لكن انت مهمومه بشنو؟ والله ما بحب حاجه مش شيء شايل همها. انا مشكله هموم، التشكيله بتاعتي مو حاجه معينه كده يعني خلاص يعني بس ما حاجه محدده. لا ما حاجه. طيب انت شاعره وما معترفه ب بالجانب بتاعك يعني؟ لانه انا لو قلت لك انا شعره صح شعره ازعل، اقول لك اسا وين الشعر في الحته دي؟ لا لكن انت شعره، انت بتكتبي بتكتبي كلام جميل جدا يعني، بس يمكن شنو حاصراه كده على صفحتك في الفيسبوك، حاصراه على كده. ليه التجربه الشعريه بتاعتك ما دايره تعترفي بها؟ انا لانه الشعر بتاعي ما بجي بكتب قصيده كده، بكون بكتب في عمود، بتجي شكل الشعر اللي انت بتقوله، بكون بكتب في عمود معين. فبتبتدي الحاجه دي اثناء العمود يعني مثلا، بس سايبه بكون بكتب في عمود عن يا وبعدين ممكن الشعر بتاعي صنف انه في سنتر ليج ما شاء الله هبوط سنتر. في 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 شعر هابط في رايك؟ ما بعرف انا هابط ديايته يعني ما قدرت افهم معناه كده، لكن في يعني في شعر، الشعر ذاته مستويات. اي في شعر كده تحس به كلمه موزونه واحساس موزون، وفي شعر كلمات ساي. عندك مصطلحات كده الزول بيقراها في 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 عمتك؟ يقام الماتم بالواتساب، الدوري التأهيلي المؤهل للجنون، حب مرخي ملح، حب مرخي ملح، تشييد استهلاك الريدة، مصطلحات كده مدهشة. انت بتجيب المصطلحات دي من وين ولا فجأة بتجي عليك ولا؟ والله انا بكون اثناء ما بكتب كده فبتجي المصطلح ده في النص، فبقول يا اخي ده ينفع عنوان، فبقوم بعنوان الموضوع. فيقام الماتم بدل الواتساب دي قلت انا بعد شويه الناس دي حيختفوا نهائيا من الحياه، ممكن بعد شويه يقول لك يا اخي والله النسوان دي الفرشات في الفيسبوك وعز الرجال في تويتر يعني عادي. ممكن بعد شويه يبقى الموضوع كده يعني يبقى ما في مناسبات اصلا بتمشي لها في الواقع.
الحياه دي تبقى كده. واحنا ماشيين ليه كده؟ والله انا غايته بالشايفه ولا في جزء كبير مننا انتقل للعالم الاسفيري العالم وجزء حاليا. يعني ممكن هسه تمشي تسال عن زول يقول لك يا اخي والله يا احمد دوين، يقول لك احمد قاعد في الفيسبوك. يعني تسال منه في بيتهم في الشغل ما تلقاه، تلقاه في الفيسبوك. طيب حاسه انه احنا بقينا نهرب للسوشيال ميديا عشان شخصياتنا، يعني في السوشيال ميديا الزول ما عارفك بشخصيتك الحقيقيه، بتقوم بتهرب للسوشيال ميديا عشان يكون عندك شخصيه افتراضيه من خلالها انا شايفاه انه فعلا هاي. لانه مثلا انا قلت زي ما بقول لك مثلا الصوره في المراه غير حقيقيه، المفروض اقول لك الاشخاص في مواقع التواصل ما حقيقيين، ما حقيقيين. لانه زول مثلا تلقاه في مواقع التواصل يعني في الطبيعه كده مهذب وبتاع وبوستات كده تحسسك بهنا، وهنا زول ثاني خالص. يعني انت مثلا تقول لك ايه احتمال الحساب ده تهكر. لكن بيقول لا تهكر ولا حاجه. في ناس في 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 الفيسبوك او في التواصل الاجتماعي بتحس بهم كده مثال للمبادئ بتاع، في الحقيقه هم ما الحقيقه هم عكس. يعني هسه بتلقاه كاتب منشور عن حاجه معينه وفي الواقع قاعد يعمل عكسها تماما. انا سمعت انك انت زوله ما اجتماعيه، ما بتحب الأعراس المناسبات، ما بتمشي إلا مضطرة شديد كده، والحاجة دي حتى في الوسط الوسط الصحفي والكده الناس ما بيلقوك في المناسبات. الكلام ده صحيح ولا؟ للأسف صحيح. كذب عليك والله. أنا عندي مثلا ممكن صاحبات يعني شديد فشل في الليلة داري زرزرك ويجيك بيجاي ما بكذب أنا كذب عليك. أكذب عليك مثلا ليه؟ طيب ما بعرف يعني الحقيقة احتمال أنا يعني ما تعودت عليها، ما بحبها. بعدين شنو هسه أنا مش غيري سامر شنو؟ ما في موضوع. أول حاجة العروس ذاتها ما حتجيب خبر كنت جيت ولا ما جيت، والموضوع الناس هنا بكونوا شغالين. ديك خالة العروس هي شفتي عمل لك كده كده، وديك العريسة عندي جرحات شايفة، وديك صاحبتها شايفة خفيفة كيف صاحبتها صاحبة العروس سؤال. يعني كده يعني كده بتقعد يا بتسمع في ناس بيقطعوا في ناس، يا اخي تشارك وتقطع. اي والله انا ذاتي بعرف اشوف يوم ذاك كده يعني ما في برنامج. طيب ما دي ما ماده لانك انت تقومي تكتبي. يعني مثلا اسي الناس الصحفيين الرياضيين مثلا بيمشوا الاستاد، التعليقات بتاعت الناس هنا بتقوم بتطلع لهم ماده. انا بتصلي لحد عندي بدون ما امشي وافتش لي لبسه وامشي كوفير واغسل لي كم وبتاع وامشي واقعد وجوطه وهناي، بيجيني الكلام ده كله لحد ان اي حاجه اتقالت. يعني مهما عملت برضه بيجيني بقول لي والله العرس ده حصل. بعدين من كذا شخصيه يعني اي زول بيجي بقول لك مثلا الجانب السيء اللي حصل في المناسبه دي، وزول بيجي بيوريك الحياه السمحه اللي حصلت والله الفنان الفستان الفنان ايوه حصل كده وديك. يعني بيدوك تصوير والله في برنامج كنا بنصور والله جد. طيب وقالوا انت ما بتحبي التليفونات؟ مش ما بحبها يعني ما متعلقه بها كده، ممكن عادت في التليفوني كذا شهر ما فارق معي. قالوا انت الواتس كم، وقالوا انك انت عندي قدره على الاقناع. الجوالات دي ما وقت ما بتمشي لعراس نجيب لك الجوالات هنا. قالوا انت حناكه عندك قدرة على انك تقنعي في الكلام، في اي نقاش اذا قمت خشيتي مع الناس رؤسائك مع الكذا حناك. قالوا بالعربي كذا، قالوا كذا، قالوا كذا سمعينك. انت شايفة نفسك شنو؟ والله خايفة اقول لك اي قوم تقشوني عين ثاني ما اعرف عني. الحياة دي بتتنظر على فكرة يعني. طبعا هي بتتنظر اها يعني والله كويس شغال عندي الحين. كويسة؟ اي. بتخافي من الحسد؟ لا ها ما بتركز مع موضوع العين ويحسدوني وبتاعنا؟ ما عندك حاجة؟ ما عندي لدواعي في بالي. بتكتب لمنو؟ بكتب لمنو؟ اي الحاجة العاطفية بالذات. يعني انا بتكلم يعني مثلا اذا بكتب لزول معين داري اجي هنا في البرنامج بتاعك اقول لك انا خالد الوزير بكتب لزول الفلان بس الله يسألك. لا يعني انا سؤالي في زول معين بتكتب له، ما شرط انه الاسم لان الاسم دي مرحلة ثانية. زول معين؟ اي يعني في زول ولا بتكتبي من ساي كده؟ السؤال ده اجباري اقرا لي اجباري؟ اي لا اجباري ده اها انا ما وراي حاجه اها انتوا وراكم حاجه يا شباب؟ انا ما وراي اي حاجه انا وديت لحد ما في مشكله.
مربوطين بزمن احنا اخواننا بتاع الاستوديو ولا حاجه؟ عندكم حاجه؟ اه ما في. اقول لك حاجه حلوه المويه والله. حلوه المويه؟ اقول لك حاجه نقعد نرجعك لحد حجيب لك سمسميه وبتاع عشان اوريك. اها ما ورانا اي حاجه شفتها الليله لازم نعرف. دي سمسميه؟ اوكي وده تبش ودي شطه اي حاجه. احسن يجاوب والله. راح جاوب احسن. احسن يجاوب والله. والله الدواعن في والدي المصطلح ذاته انا بستخدمه من انا في الاساس يعني فجاه كده انا بكتب في موضوع بتاع تعبير قال لنا اكتبوا عن شخصيه انتم بتحبوها انا بحب جدا 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 شخصيه عمر بن عبد العزيز يعني بحبها كده انا من قمت لحد الان وبعدين بتخيل ولكنه اجمل راجل كده في الحياه نعم فقال لنا اكتبوا عن شخصيه يعني بتحبوها كده قلت له انا بحب سيدنا عمر بن العزيز عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز لدواعي في بالي انت التعبير بس وبقى لدواعي في بالي صح؟ ده التعبير كله انا بحب سيدنا عمر بن العزيز لدواعي في بالي لدواعي في بالي يا اخوانا اعتبروا انه هناء حنكتنا صفقه لهناء احنا اتحنكنا في زول بتكتب له في لدواعي في بالي يا اخي ما عندنا برنامج ده لنا كم خلاص اوكي في لكن ما في لكن ما في لكن ما قال لك وصلت شايفه شايفه البنات بفهموها طوالي ما زملها قطيعه طيب احنا فاصل ونرجع انتهينا من دواعي بعدك حنخش في الحاجات الثانيه تمام؟ تمام فاصل ونرجع لك بالله طيب لعبتي واحده لعبت حضرات الاستاذ المشاهدين اهلا بكم من جديد معنا الاستاذه هناء ابراهيم هناء عمرك كم؟ يا جماعه بتستفيدوا من السؤال ده حاجه؟ السؤال اللي بعده لا ما احنا ليه انا قلت لك عمرك كم؟ لانه سمعنا والله اعلم انه حكايه سنك وبتاع ما بتحبي تتكلم فيها ما انا دي حاجه طبيعيه في 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 البنات يعني هاي ليه لا اصل انا ما عندي مشكله ممكن اقول لك انا سني حاليا كم لكن ما شنو اسابيع يقول لك يا اخي لما استضافه خالد الوزير سنه 2000 كان عمره كده يبقى هسه نحن سنه كده ثلاثه معاك ايوه ثلاثه معاك الوقت يا زول نهايه الستينات طيب ده تاريخي ده تاريخي اها طيب ما حد قول لنا كده ببرانا والله ما في ما في زول سامع طب كم تدوها كم 18 قبل الميلاد ولا بعد الميلاد 18 سنه ضوئيه ولا طيب انت خشيت الصحافه لك كم خشيت الصحافه 2009 زلط ولا شريك 2009 2009 كنت الوقت ذاك كنت طالبة لو سمحت وين لكن؟ كيف يعني في الثانوي في الجامعة كنت طالبة لا الموضوع ده بيفرق لا انتوا حاكينا معي كذا يعني ده رفع اسأل يا اخ شمال يا دارين توظفوني بعدين لدواعي في بالي فيها وظيفة بعدين لا يا اخ معرفة
طيب خلاص احنا حنحاول نعرف الموضوع ده بالاسئله دي. عندنا حاجه اسمها اول دي اسئله كده سريعه كده حنقوم نسالك لها. كويس والله انا ما قلت لك جاي حصه على فكره. لا ما سريع كده بال يعني دردشه كده بدل ما حوار ونقعد نسالك ده. اول مره سلمتي يعني عنانه؟ لا 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 يعني كلام كده. لا لا عنك انت. اول مره استلمتي مرتب اشتريتي بيه شنو؟ وانا لقيت فرصه اشتري بحاجه. كيف معلوم؟ ما يا زلمه بيقول لك ضهر ادوق المرتب. اي زلمه بيقول لك ضهر ادوق المرتب. طيب منو؟ انا ما ضغطت على نفسي يعني ضغط. منو شال منك المرتب؟ اتضوقتي والمرتب منو طيب؟ عندك صاحباتي اول حاجه، عندك اخواتي. ناس كتار والله حبوا جيراننا ذاتها دخلت في الموضوع. اللي بتكتب على دي؟ وده مرتب ولا بص شال الناس؟ واحدة ولا والله البتاع ده الموضوع ده بسيط، بقول لك خلاص حول الله الرصيد. يا جماعة الموضوع مرتب ده محاية كبيرة كده يعني تقدرين تذوقوا، بعدين محاية طعمة. يقول لك خلاص حول الله الرصيد. طيب ها حب المشكلة ما يجي بيجي المرتب الثاني بينكروا لك الأول، بقول لك نحن ما ضمنا. تالي حولي لنا. طيب وحبوا جيرانكم دي عشان كده أنت بتدخليها في أي حاجة لأنها تعبتك من أول مرتب؟ ما عشان كده. ده حقد متوارث يعني شنو يعني؟ ما حقد مرتب بس. حقد الكثير من الأشياء. حاجات اللي زمان زمان إحنا كنا بنعمل كده، زمان كنا ونحن وبس وتقول هون خلاص يعني ما شاء الله ختموا. لاحظتي زمان نسي لما يقول لك شنو أي زول بيقول لك زمان أنا جيت الأول. ما في ثاني أصلاً. كلهم جوا الأول، كلهم ما في، كانوا بيجوا بيقولوا الأول فلان وفلان وفلان وفلان، يلا حالكم. طيب هم ليه ما عازلنا؟ طيب ما زمنهم كانت يعني الدنيا طيبه والبلد رايقه والحياه هناك. احنا جينا الواحد يمشي يقرا ويدوا معاه مرتب عشان بيقرا. عشان بيقرا يدوا قروش. بس الواحد يدفع ويدفع. طيب ما تكسري لها البتاع. طيب اول مره لقيتي اسمك نازل في جريده كده في عمود، كان شعورك شنو؟ مش اول مره، انا لما مشيت قال لي عمودك هينزل من بكره. كنت انا امشي لمتاع المكتب اقول عين اديني جريدة بكرة. كنت انا تبيتي في المكتبة صح؟ لا مش ابيت، اقول اديني جريدة بكرة قبل ما تطلع. ابيت دي مرحلة كويسة. اشتريتي نسخة واحدة ولا اشتريتي كم نسخة وديتيها للناس؟ النسخة واحدة اللي انا كان بكشف بضرب لهم اقول لهم يلا اشتري الجريدة انا فيها. عشان الكلام ده كان فيها جريدة؟ كان بديت في فنون. بديت في فنون مع الاستاذ هيثم كامل. دي كان بدايتك؟ اي مشيت ال شنو يوم الاربعاء العصر كده قلت له دي كتاباتي، قال لي العمود ده حينزل بكره اختاري له اسم وبتاع وكلام شي ده. يعني انت اكتشاف هيثم، بتعتبر نفسك اكتشاف هيثم كامل؟ والله انا اكتشاف ناس كده يعني، في ناس مثلا حرضوني على الكتابه جهرا كده، زي كنت انا الوقت ذاك في الوزاره الرياضيه الاستاذ محمد عبد الوهاب الامير قال لي يا اخي انا ده عمود جاهز انت ليه ما بتنشر الكلام ده؟ فكان يعني بعدك بنقدر نقول انه ده اول زول ساندي يعني اداني الفرصه، اعترف بموهبتك اداني الفرصه. طيب اول حاجه بتعمليها لما تكوني دايره تكتبي مقال او قصيده بتعملي شنو؟ ولا حاجه، ممكن عادي الناس بتتونس وبتضغط وبتطلع بتكتبي وين؟ ما في اي حته. لا كيف ما في اي حته؟ يعني بتكتب في التليفون، بتكتب في اللابتوب؟ لا بكتب في اللابتوب، عندي لابتوب صغير كده. فبكتب. طيب ما عندك طقوس شاي من اي حاجه؟ الكتابة دي بقت جزء من حياتي يعني، عادي بتناديها بتقول لها انا اكتب كتاب يعني، احتمال في الاول احتمال ما بتذكر كنت بعمل حياة زي دي يعني. ما في ناس بيقول لك يا اخي انا بجيب بيبسي، في زول بيجيب شوكولاته، في زول يعني كده كل زول عنده يعني مرتب وحيضيعوا على الكتابة ولا بتصرفي لازم تمويل المرتب. اسي ما شاء الله بعد ما بقيتي كاتبة هنا مرتبك زاد وحاجاتك ما شاء الله عليك. ايوه كده ما زول بتطور يعني ما شاء الله. طيب اوعي تقول لي مرتبك كم طبعا. اسي ما بتقولي عارف. طيب احنا عندنا شخصيه اسمها عبد المعين. عبد المعين ده هو المتحدث الرسمي باسم الرجال. الرجال اي نشوف فقال شنو من السمام التوجيه. قال من عاشر المستحيلات بتمشي جنب المرايه وما تعاين لروحها. بتعاين في المرايه مع ثقه. لا صحيح مستحيل انه تجي ماشيه جنب المرايه. انا فعلا عسل يا سلام. وحلاتي وحلاتي. ليه روحك؟
عادي والله ما كل البنات بعينهم لمسه، يمكن يعني 3-8 في من يعني كم يعني تقريبا؟ تقريبا كذا نسبة والله عشان نكون في النص 50 50؟ طيب البنات ما يزعلوا. طيب الزول للأسف عبد الفريد صح؟ الزول اللي بيكتب والزول الشاعر ده عنده قدرة على إنه يقرأ لغة العيون، زول مليان هنا بيقرأ لغة الشفايف، أنت كيف تقرأ؟ والله بقرأ العيون لكن الشفايف ده ما جربت. طيب تلفون كن حلو والله، تلفون من زمان سنة تسكت ده. ده مسلسل بين السرايات جبناه من مذكرة. جميل مسلسل بدري. طيب بتقرأ لغة الشفايف؟ شفايف لا، كم بقرأ لغة العيون؟ طيب نجرب، أدونا الهيدفون هون. هيدفون؟ عايز تهب البيضة؟ تهب البيضة في شنو؟ لا ادينا ال يلا البسي البسي هناك خلاص كده. يلا انا هشغل لك مزيكا. سامعني انت؟ طيب هشغل لك مزيكا وحقوم اقول لك. يلا وريني انت انا قلت شنو. خلاص بس ركزي ركزي في كلامي. غششوني يا ماما. تركزي انا ما تركزي انا. طيب انا ذاتي عجبك. سامعني كويس؟ سامعني كويس؟ سامعني كويس؟ طيب جميل ماشي كويس؟ ماشي كويس؟ بتحب المانجا ولا التبش؟ كلمة واحدة يا أخ كلمة واحدة. كيف كلمة واحدة؟ أنت بتكوركي ليه؟ أنت من وين؟ صح؟ صح؟ صح صح. أنت بتكوركي ليه؟ أنت بتكوركي ليه؟ أنت لكن الباقي شنو ما بعرف. طيب أنت عمرك 50 سنة. لا دي إجابة ولا دي؟ أنت عمرك 30 سنة لكن داس فيها 30 سنة حاجة. أنت عمرك 30 سنة لكن داس عمرك. لا الكلام طويل. أنت عمرك 30 سنة. أنا عمري 30 سنة. ده بتسمعيه صح؟ الكلام 30 سنة أنت يا ريت الكلام ده بتسمعيه. الكلام ده بتسمعيه. دقيقة 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 وقف صح؟ كلام العمر بتسمعيه. كلامنا كله بتسمعيه. كلام العمر بتسمعيه. طيب رسالة اعتذار بترسليها لمنو؟ بسمع لمنو؟ رسالة اعتذار بترسليها لمنو؟ أتظلمي. طيب رسالة اعتذار لمنو؟ غاية نهاية منو لكن الله الباقي ده كله ما عارف. بتعتذري لمنو؟ بتعتذري ليه منو؟ حاجة كده منو؟ منو ده منو؟ خلاص؟ خلاص كده؟ خلاص كده؟ يلا خلاص اقلعي تاني؟ اقلعي البتاع. كوركتي ليلة كوركتي ليلة كواريك. قبل ما نودعك يا هنا يا اخوانا تقفل لنا البتاع ده بيقفلوا كيف. طيب قبل ما نودعك رسائل خاصه دي تاخلي ستار كل الحفلات انا ما حضرتها على فكره. ده اي ما عارف فيه شنو ذاته البتاع ده صوت. ايوه كده رسائل بترسليها لانه رساله بتاعت اعتذار. والله بعتذر لاي زول زعلان مني ولا زعلته ولا شايف انه كتاباتي ما حاجه لا شخص زول معين كده ممكن ترسل له اعتذار بالاسم يعني بالاسم؟ يا اخوانا توقفوا لنا الديسكو ده.
لازم في زول معين. في زول؟ بعدين طيب. هدية ورضية يعني ما قاعدة زين. طيب رسالة تهنئة دارة تهني منه؟ تهنئة أكيد ما ترامب طبعا. ترامب ده زول بيهنيه؟ رسالة تهنئة طب كنت اقول لي الحياه دي عشان اتذكر الناس اللي عندهم حياه. ده ما بزول بيجي على بالك يا دالة هنيو؟ هنيو بشنو لكن بغلال اسعار؟ بيجي حاجه بعرس بتاع غلال اسعار؟ تاجر هنيو بغلال اسعار؟ اما هو ذاته. طيب رساله تانيب دايرة ترسلها لمنو؟ تانيب؟ اي للحكومه. للحكومه؟ للحكومة؟ طيب بتأني بهم في شنو؟ قلهم يا جماعة بتعملوا فيه ده يعني حاجة واحدة ايه؟ اها جيب ورقة وقلم وروح ابدي لك البتاعة دي من هنا لهنا. بتاع المونتاج جاهز؟ طيب رسالة رسالة طلب دايرة تطلب من زول حاجة دا. زول بالاسم يعني؟ اه يعني والله دايرة اقول للاستاذة مشاعر عبد الكريم يا خرجي على الجراية دي اكتبي تاني. يا سلام يا اخي الله يعني. والله ده احنا ذاته المطلوب الحقيقي. طيب رسالة شكر دايرة رسالة لنا غيركم؟ اي والله الناس كدار بالمناسبة دار اشكر الاساتذة الكبار مثلا انا يعني كانوا بالنسبة لي مش كانوا لسه يعني بالنسبة لي اساتذة كبار وكده فبجي بتفاجئ انه مثلا اقول لي يا اخي الليلة كاتبين عنك يعني داعمينك الناس اللي دعمتني في المجال ده وللناس الزمان لما انا بديت بقول لي الشافعه دي الشافعه دي وبتنصوني وبعمل لها حركات والشافعه وصلت لكل يعني بس المهم يعني لكل الناس الاساتذه الكبار قاعدين يدعموني اقول اسماء يعني ولا لا ما عشان بعدين ما تنسي لك عشان انا والله يا اخي نورتينا وشرفتينا وسعدتينا ومليتي لنا الدنيا كلها نور وما تتخيلي انا مبسوط انه انا لقيتك كيف واكيد الناس كلهم ذاتهم مبسوطين مبسوطة انت ذاتك جيتك لنا احنا وانت ما بتصاري في الاعلام جيتك لنا بالنسبه لنا كبيره جدا جدا عندنا هديه كده متواضعه جبنا لك ان شاء الله تنال رضاك عاده احنا الضيوف بنديهم الهديه بيتصوروا بها وفي زول بيكون مستني برا عشان يقوم يشيلها منها اي الحركه فانت شوفي يعني لا قبل ما نشيلوها شوفيها بس عشان تتذكري انه بعدين احنا والله الجمال وانت ما مهم تشوفي المهم يشوفوها الناس ان احنا اديناك كده فيكم زول شايف حاجه شايفين تحيه للكاتبه الصحفيه هناء ابراهيم الفريق من قلبي شن بتدوري
لاقول وداع لابوري شن بتدوري اظلم ليلي بعدك ما شفت دونك نوري يا ست الزمام قلبك عشاي وفطوري شن بتدوري في امرك بغيب بالي ومعاك حضوري يوم كمل القصيد راجيكي تملي سطوري شن بتدوري يا سبت الفريق من قلبي شن بتدوري لوريك الرحل لاقول وداع لابوري شن بتدوري في امرك بغيب بالي ومعاك حضوري يوم كمل القصيد راجيكي تملي سطوري شن بتدوري ناظر للسحاب واقف وناطر دوري غير الله الكريم مين اللي بيقضي اموري شن بتدوري يا سبت الفريق من قلبي شن بتدوري لوريك الرحل لاقول وداع لابوري شن بتدوري لوريك الرحل لاقول وداع لابوري.